لقيت شغل جديد حبيبي وخلاص أمورك تمام، مفكر حالك هيك حليت موضوعك بشكل جذري وكل إشي كنت تفكر فيه خلاص وصلت له؟ إذا جوابك آه هو أنا لقيت هذا الشيء وحليته، فتعال أحكي لك 10 نقاط مهمة تحطهم في بالك من أول يوم لقيت فيه شغل وأول يوم راح تروح فيه على دوامك الجديد. جاسر مصطفى ونو مور وتعال نبلش. تعال أحكي لك the top 10 tips لأي new employee، أي موظف جديد. أول نقطة بدي أحكي لك إياها إنه لازم تعرف culture الشركة كثير منيح قبل ما تدخلها، وهذا شيء مش سهل بالمرة، خاصة إذا كانت الشركة مش من الشركات الكبيرة زي جوجل مثلا، زي أمازون، زي أبل، زي هاي الشركات الكثير كبيرة، اللي هو أنت فعليا عشان تعرف شو الكلتشر تبعها وتعرف أي شيء بدك إياه عنها تدخل على جوجل، تدخل على يوتيوب، تدخل على الويب سايت تبعهم، بتلاقي أي معلومة بدك إياها إذر عن الكلتشر الداخلي تبعهم أو على الموظفين تبعونهم. فهاي نقطة من النقاط اللي كثير مهمة إنك أنت تبذل فيها شوية جهد قبل ما تدخل على الشركة. النقطة الثانية اللي بدي أحكي لك إياها هي إنه يس كون مبتسم دائما، حاول إنك تكون سمايلينج بأغلب المناطق اللي بصير فيها انتراكشن بينك وبين الناس الموجودين، ما تقلبها زناخة، ما تقلبها نكد، ما تحاول تكون ملك للبروفيشناليزم، بس برضو ما تقلبها يعني تفاهة وزناخة وتقضيها تضحك دائما بدون سبب أو بسبب ودون سبب، لا كن مبتسم برزانة. النقطة رقم 3، الأشياء تنطلب منك زي السوشيالايزنج، زي كلتشر في الشركة، حاول أنه دائما أو بأغلب الأوقات أنك تحكي عليها يس. ليه؟ لأنه هتبني علاقات كثير حلوة لما تعمل هيك. حدا حكى لك تعال نشرب قهوة مع بعض، روحوا اشربوا قهوة يا عمي مع بعض. حدا حكى لك تعال نتغدى مع بعض، روح يا عمي تغدوا مع بعض، وعادي كل واحد يدفع عن حاله، مش شرط تدفع عن الناس معلم، بس ما ترفض هاي الدعوات الكثير حلوة للسوشيالايزنج. نقطة رقم 4، لا تتشك ون بأول فترة لك في الشركة، خاصة بأول أسابيع أو أول أشهر لك في الشركة. ليه؟ لأنه هاي المدة اللي أنت هتثبت حالك في هذا الشركة وحتثبت أنك أنت حابب تكون في هذا المكان اللي أنت أصلاً وجدته لحتى توظف فيه. رقم 5، من أهم النقاط اللي أنت لازم تعملها إذا أنت توظفت في شركة جديدة، احترم الجميع بأقصى درجات الاحترام، كلهم بنفس الليفل طبعاً، من أقل موظف في الشركة لأعلى موظف في الشركة، من مثلا خلينا نحكي من المهندسين والجونيورز لغاية التوب سينيورتي والتوب سي اوز الموجودين عندك في الشركة، لأنه you would never know، ما عمرك راح تعرف مين اللي راح يدعمك فيهم في موقف من المواقف. والنقطة رقم 6 من النقاط المهمة كثير، احترم كلتشر تبع الشركة اللي انت اوريدي حاولت انك انت تعرف عنه. بطلع كل شهر مع بعض، اطلع معهم، بروح تعشى كل شهر مع بعض، روح تعشى معهم، بيعملوا احتفال هابي بيرثدي بارتي لكل الناس اللي في الشهر كل اول شهر، احتفل معهم، خليك حدا لطيف. نقطة رقم 7 من النقاط اللي جدا مهمة اللي انا دائما 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 بعملها، اوعى تعملها، لا تنسى اسماء الاشخاص بعد ما يقدموا لك حالهم، احفظ اسمائهم كثير منيح وناديهم فيها لما تحتاج انك تحكي لهم. ما تكون زيي، انا بدخل على واحد ببساطة بقول له سيء في الاسماء، شو كان اسمك؟ طلع فيه زي هيك من الشغل والنقطة هاي، ما تعمل هيك. والنقطة رقم 8، شو بدك تعمل؟ بدك تعطي 110%، بدك تعطي 120%، بحكي لك 150% من الاشي اللي انت متوقع كنت تعطي، قد ما تقدر اعطي في بداياتك، اعطي اكثر من ما هو متوقع منك واكثر من ما انت بتتخيل انك انت قادر تعطي في هاي الشركة عشان تثبت حالك. والنقطة رقم 9، تعرض المساعدة دائما في كل مرة انت قادر فيها انك انت تساعد اي شخص على انجاز مهامه او على حل مشكلة هو تعرض لها او على اي شيء هو طلب فيه المساعدة من حدا وانت قادر انك انت تساعد فيه، بس دير بالك من انك انت تصير الشخص الحشري في كل شيء لك فيه وما لك فيه. عجبت سمعنا يا جاسر، يعني نتدخل لما نتدخل ندبر حالك، بس حاول تساعد. والنقطة رقم 10، اذا في ستاندرد اوبريترز procedures او اذا في organizational assets او اذا في organizational standards او methodologies او whatever اشي تحترمه او تمشي عليه او تستخدمه في الشركة، فالتزم فيه 100%، لانه هدول راح يكونوا البايبل تبعك وراح يكونوا خارطة الطريق تبعك لحتى تثبت وجودك وانك انت to align your efforts مع الاشياء اللي تتوقعها منك الشركة.
وإذا بتعمل هذول العشر نقاط فأنت أثبتت حالك، وخاصة في أول 6 شهور لك في الشركة، وإن شاء الله أنك ثبتت في الشركة. وادعي لي وسلام.